منتخبنا الأولمبي منافسات كرة القدم بكرة الدور الثاني أو الجولة الثالثة في المجموعة بإذن الله. آخر مباراة بالنسبة لمنتخب مصر في المجموعة هتكون مع أستراليا، هي مباراة الصعود للدور الثمانية، بس عشان تصعد بترتيب النقاط الحالي حساباتها معقدة جدا. أولا يجب، أولا ده قبل كل شيء بغض النظر عن باقي النتائج، أنت لازم تكسب بكرة أستراليا، يعني ما فيهاش نقاش، لازم بكرة تكسب أستراليا 1-0 2-0 لازم تكسب عشان تبقى عندك على الأقل 4 نقط. طيب في حال تعادل الأرجنتين وأسبانيا مصر هتصعد برفقة أسبانيا، لأن أسبانيا عندها 4 نقاط، وأرجنتين وأسبانيا لو تعادلوا هتبقى ساعتها أسبانيا عندها 5 نقاط، ومصر لو كسبت أستراليا هتبقى عندها 4 نقط، فخلاص أسبانيا الأول ومصر الثاني. والأرجنتين إذا اتعادلت مع أسبانيا هيكون عندها 4 نقط، لكن فرق الأهداف ممكن يكون في صالحك لما تعمل نتيجة كبيرة إن شاء الله على أستراليا. طيب في حالة فوز أسبانيا هيريح مجموعة، هيريح منتخبنا الوطني، مش هنخش بقى حسبة بيرما والأهداف، بس برضه لازم تكسب. ففي حالة فوز أسبانيا تصعد مصر رفقة أسبانيا، كل الحسابات دي احنا بنقولها، بس أهم حاجة قبلها إن مصر على الأقل لازم تكون فايزة على أستراليا وتفوز على أستراليا بهدف مقابل لا شيء على الأقل عشان تصعد للدور الثاني. طيب في حال فوز الأرجنتين على أسبانيا هنا هيتم اللجوء لفارق الأهداف ما بين مصر وأسبانيا، لأن خلاص الأرجنتين بتتكلم ساعتها هيكون عندها 6 نقط، أسبانيا هيكون عندها 4 نقط، لو خسرت مصر تكسب استراليا يبقى عندها 4 نقط، فمصر 4 نقط واسبانيا 4 نقط. هنا المواجهه بين مصر واسبانيا عامله ازاي؟ هتبص هنا بقى لفارق الاهداف ما بين مصر واسبانيا، فوز مصر باكتر من هدف او خساره اسبانيا باكتر من هدف تصعد مصر رفقه الارجنتين. اذا عندك فرص؟ عندك فرص، فرص كبيره؟ فرص كبيره، ولكن بشرط تلعب عشان تكسب بكره. هتلعب بقى دفاع وتاخد كوره عشان هجمه مرتده وتخطف هدف هتخسر الماتش. اللي بيلعب عشان يدافع وياخد نقطة أو يخطف هدف بيخسر. عبر عن شخصيتك بكرة، أنت معاك لعيبة مميزة. ممكن يكون في لعيبة بتلعب بأداء فردي، أنت ككوتش ككابتن شوقي غريب لازم تفرض أسلوبك على اللعيبة وعلى الفريق قبل المنافس. ده مهم جدا. افرض أسلوبك ككابتن شوقي كمدير فني لمنتخبنا الأولمبي على اللعيبة قبل المنافس. وصل للعيبة إحساس إن أنت رايح تكسب، مش إنك رايح تلعب دفاع عشان تخطف هدف. وفي النهاية إذا قدرت تعمل نتيجة جيدة أنا متفائل جدا بالمنتخب ده في الدور الثاني. إن شاء الله في دور الثمانية يقدر يعمل بقى شكل تاني ويتأهل، لأن حاسس إن في ضغوط كبيرة جدا، ومش عارف هل الضغوط دي بسبب تصريحات كابتن شوقي إن هو رايح يجيب ميدالية؟ مش عارف. أتمنى إن شاء الله المنتخب بس يفكر في الفوز على أستراليا، وبعد كده نشوف بقى كل مباراة بعد كده لكل حادث حديث. طيب مين حكم ماتش بكرة في لقاء مصر وأستراليا؟ حكم بكرة اللجنة المنظمة أعلنت عن طاقم تحكيم لقاء منتخبنا الأولمبي مع أستراليا، وهيكون حكم برتغالي هو آرتر دياز، هو هيكون حكم هذه المباراة، وهيعاوني روي باربوسا وباولو سواريز، هم هيكونوا الاثنين مساعدين مع الحكم البرتغالي في مباراة بكرة. لو تلاحظوا كده في الدورة الأولمبية هم بيحاولوا يختاروا حكام من قارة ملهاش علاقة بالفرقتين اللي بيطلعوا مع بعض، مصر من قارة إفريقيا، أستراليا قارة أستراليا أو آسيا، الحكم من قارة أوروبا. نتمنى التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الأولمبي بكرة، وأعتقد هتبقى هي الفرصة الأخيرة للكابتن شوقي مع المنتخب الأولمبي، في ظل ان الاستعدادات كانت المفترض تكون افضل من كده، لان المباراتين بصراحه ما قدمناش فيهم اي حاجه ليها علاقه بالكوره.